اقترحنا هذه النقطة بالذات فيها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن الشارع أخرج الرافع أنه فعلا كما قال الإخوان ملك عمومي، غادي يصبح أنه خاص ممر رجلي. ملي كنقولوا ممر رجلي بغينا أن نخلقوا واحد الشارع في مدينة بلنصار في المستوى ديال المدن الأخرى دون أنه نمسوا بالمواطنين اللي كتعطاو ذاك الشيء، ولكن وجدنا مقترحات مستقبلية. المقترحات المستقبلية بأنه إن شاء الله كاين السوق التحتاني، راه شافوا ساعة العميل مع الرئيس كاين مقترحات ديال السوق التحتاني، ولكن حنا كنقدر اقترحنا حلول أخرى مثلا إضافية المقترح إن شاء الله اللي ما يمكن غادي ترضي الجميع. مجرد دابا ما كاينش الاعتمادات، مجرد اقتراحات ديال ان المصادقه باش نمشيو نخصو الماليه الى كي توفرت الاعتمادات، لان الا ما عندناش الموافقه ما نمشيوش الى توفرت الاعتمادات نبرمجوا الفلوس لواحد المشروع اللي ما مصادقش. اذا اذا خدينا المصادقه ديال ان النقطه الخامسه والسادسه في انها نفس الهدف، اذا غادي نشوفوا السوق التحتاني ومع السوق الفوقي ان شاء الله كاين محاولات ديال انه دار السوق في المستوى ديال بلنصار، اذا باش عندنا ما يبقاش عندنا ذاك الباعة المتجولين في الشوارع، ولكن ايجاد حلول ماشي دابا ماشي اليوم قتلوا غدا، لا هذه مجرد اقتراحات وتوفير الاعتمادات والدراسه. يعني غيرجع ملي غتكون الاعتمادات موجوده والدراسه غادي توجدوا، حنا كنكتب مع الرئيس نوجدوا الدراسه مع المهندسين، نوجدوا الدراسه ديال الشارع عقبات ونافعه شحال غتخص المقدار المالي، وثم السوق الفوقاني كيفاش غيكون السوق، ثم السوق ديال باروتشينو ساعه غادي تفتح اقرب وقت ممكن. اذا هاد الاسواق الاسبوعيه ديال ثلاثه المرات في السيمانه، هادو كلشي المعطيات اللي كنقولوا اليوم باش ننظموا المدينه ديالنا، باش ما يبقاش ان المدينه ديالنا عبء على الساكنه. لا يعقل ان ذاك المنظر اللي كنشوفوا اليوم في المستوى، ولكن ماشي ضد المواطن المتواجد تما، عكس ايجاد حلول. اليوم هاد النقط الجوج اللي درناهم غادي يكون المصادقه ديال الاعضاء، ملي غادي تكون المصادقه ديال الاعضاء الرئيس لابد ان ياخذ الملف ديال المصادقه ويعرضوا علينا كنكتب انا ذاك، يشوف لنا مهندس اللي غيدير المقترحات لا بالنسبه لعقبات بن ولافع كيفاش غيكون. كما قال زميلي السي حميد ان فعلا الواجهه ديال ذاك الحوار اللي غيكون انه ممر خاص وفي المستوى وما فيهش ديك الباعه المتجولين، الباعه المتجولين زودنا لهم حل في غيكونوا انه ضروري غادي نشازوا معنا باش نخلقوا واحد الشارع في المستوى اللي صالح ديالهم. لان علاش الا خلقنا واحد الشارع فيه مواصفات ديال شارع نقي انه غادي تفتح تما حوانت ديال الدم وغيرها وغيرها وغيرها. اذا هذا اللي بغينا، ان مستقبل اليوم معروض امامكم. جوج نقاط، النقطه الخامسه والسادسه نفس المضمار نفس العمليه باش نمشيو للامام، باش نفكوا ذاك المشكل ديال الباعه المتزولين ولا الناس ديال السوق الفوقاني اللي هو فعلا عباره على شيء من لا شيء، ان شاء الله غادي تخلق شيء. ثم انه غادي نجلسوا مع الناس اللي كيتعاملوا تما في السوق الفوقاني باش ان شاء الله يعطيونا التصورات للرئيس ولا المكتب كيفاش غادي يكون السوق ديالهم، كيفاش ان شاء الله مستقبلا غادي يتوزع، والمجلس غيكون حاضر وعنده الراي ديالو مستقبليه باش نخلقوا مدينه. الا استطعنا ان نفكوا المشكل ديال عقبه بن نافع والسوق الفوقاني والتحتاني خلقنا مدينه، اذا غادي يكون عندنا ان شاء الله واحد راه الوقت راه ماشي دابا كما قال السي محمد، ماشي غادي نهجموا عليهم دابا، راه لا اعتمادات ولا فلوس كاينين، وجود الاقتراحات، الاقتراحات ملي غادي ناخذوا الاقتراحات لابد ان نشوفوا الاعتمادات، ملي غيكون توفرت الاعتمادات غادي نشوفوا المهندسين، غادي يعطيونا التصور ديال المهندس، التصور ديالنا كأعضاء ماشي هو كافي، ما عندناش مسائل تقنية، إذا مجرد أن المصلحة ديال المهندس غتعطينا الافكار ديالهم مع حنا كنكتب، ثم انه انا عرضوه على الاعضاء يعطيونا امتداد الافكار ديال المهندس وديالنا باش نخلقوا واحد المدينه.
بس ما تعال تبقى لك الشعب ذاك المدينة على حالها. إن كما قال سيبو الروا فعلا عنده الحق، ماشي غير بور الروا تما، معظم ديال السكينة كيعيشوا في الجحيم، ولكن البهدي إن شاء الله آتي في أقرب وقت ممكن إلا توفرت الإرادة، والإرادة إن شاء الله كاينة إن شاء الله غادي نمشيو ليها. وشكرا على المعاونة ديال سوق باريوتشينو. باريوتشينو اتفقنا مع السلطة والمجلس غادي إن شاء الله غادي يجي القرار اللي غيلغي الضريبة التأسيسية كتسمى، باش تعطى الساكنة ديال باريوتشينو هما اللي غيستافدوا منهم. لجنة غادي تكون ما بين السلطة والمجلس، غادي نشوفوا الناس غيستافدوا ساكنين في باريوتشينو باش نجحوا ذاك السوق ديال باريوتشينو. هذا هو اللي كاين. دينا درنا الاجتماع. النقطة الثانية كتجي المكتب مع الرئيس، شاورنا باش مع المهندس البلدي باش انه نفتحوا له باب على الساحه ونبلعوا الباب الاخرى باش نعطيوا له واحد الديناميكيه جديده للسوق باش فيه المواصفات ديال السوق، ونصوبوا ذاك المحلات ديال الحوت ندخلوا لهم الماء ونديروا المراحل، اذا باش يكون السوق ديال الساكنه ديال باريتشينو غيستافدوا منهم. نتمنى الساكنه ديال باريتشينو تجي، وحتى انه بدلنا ذاك ان شاء الله غادي نصدقوا مع التاسيس الاولي بالنسبه للمساهمه ديال المواطنين نظرا للحاله المزريه اللي كيعيشوا ساكنه باريتشينو وجميع الساكنه، ما يخلصوش ذاك الاخر المساهمه، ودا لهم واحد الكراء رمزي ما تعداش واحد 10 فرق باش انه ممكن نعمروا ذاك السوق ونتعاونوا فيه جميع. الى عندك ذاك الناس مزيان يجيو، اما اللائحه اللي درنا في الاول ما كاين حتى شي واحد، اذا كاين لائحه اللي غيكون فيه السلطه ويكون فيه المجلس ويكون فيه الساكنه ديال باريتشينو بالمواصفات ديال ذاك السوق باش ننجحوه، فيه الماء فيه الضوء ونبدلوا له الباب. هذا هو ذاك الفلوس اللي درنا في الميزانيه باش نصاوبوا باريتشينو. بني نصار نفس العمليه، هضرنا باش ما نكثروش الهضره، اذا ان شاء الله كاين اتصال مباشر لدار الرئيس ودرناه مع مالك الارض، ما غاديش نهضروا بزاف لان الوقت ديالها مازال، باش ذاك الارض الفوقانيه وتكون سوق نموذجي فعلا، غاديين في واحد السوق نموذجي ان شاء الله غادي تجيو وتصادقوا على ذاك السوق. والبلان كاين، باقي لنا الاقتناء ونتسناو شويه الفلوس، الى تعطانينا شي فلوس راهم كاينين ان شاء الله جايين باش دار سوق نموذجي اللي غيفكنا مشكل ديال السوق التحتاني والسوق الفوقاني والشارع والمتجولين، ما يبقاش متجول عندنا في برنسان ذاك السوق. ماشي دابا حنا كنهضروا واحد المده يمكن في الفتره ديالنا ولا فتره اخرى، ولكن حنا كنوزدوا الارضيه باش تخرج القانون، لان القانون هو اللي كيستر البرنامج عمل. حنا برنامج عملنا كاين البرنامج اللي صدقتوا عليه عطانينا باش نديروا اسواق، ماشي اسواق اماكن كل اسبوع، ما تدريش اسبوع مرات ثلاثه الاسابيع في الاسبوع، اخترنا ثلاثه الاماكن كما قالوا الاخوان قال السي محمد باسو باريوتشينو فرخانه باش الناس كشكل اسواق باش المواطن يشري الخضره وغيرها بواحد الثمن ان شاء الله مناسب، ثم تحرك العمليه لهذوك الناس اللي كيعيشوا كيبيعوا في الكراراس وغيره وغيره. اذا بغينا نخلقوا ثلاثه مرات في السيمانه ومتبعهم المراقبه والنظافه، لان احنا دايرين ان شاء الله اتفاقيه مع الشركه ديال النظافه، مجرد الانتهاء نعطيو الساعه وغادي تحدد الساعه ديال الاستعمال ديك اسواق السيمانه، ينتهي العمل ديالو تجي الشركه ترد ذاك المكان كي كان، ينتقل ان شاء الله.